أصدقائي، أتمنى تكونوا بألف خير. معاكم منى من قناة منى كورنر. اللي ما يعرفني، أنا منى مواليد السعودية، انتقلت للصومال في 2018. في هذه الفيديوهات حاب أشارك معاكم تجربتي استكشاف البلد، فاللي حاب هذا المحتوى يا ريت يضغط الاشتراك ويعمل لايك للفيديو ويشارك المحتوى مع أصدقائه في وسائل التواصل الاجتماعي، لأن هذا بيدعم القناة. طبعا بما انه احنا في سنة جديدة، فحابة اشارك معاكم اهم العادات واهم الاشياء اللي انا حابة اضيفها للسنة هذه. طبعا انا جاي متأخر، احنا في شهر 2 تقريبا او فبراير، لكن لسه احنا في الربع الاول من السنة. فاي شخص حاب انه يبدأ يغير حياته في السنة هذه يقدر يبدأ معانا بإذن الله تعالى. اهم الاشياء اللي انا حابة اني اتكلم عنها انا كاتبتها هنا عندي، فاذا لاحظت انا طالع تحت انا قاعد اقرأ من هنا. الشيء الاول اللي هو التدوين او الجورنالينج. طبعا الجورنالينج او التدوين هو كتابه الافكار او الذكريات او الاهداف، اي شيء الانسان يعني حاب انه يدونه، خاصه ان التدوين هذا بيريح الانسان من كثره التفكير، خاصه للناس الاوفر ثينكر. انا من الناس الاوفر ثينكر، اقعد افكر في كل شيء. فالتخطيط يعني ممكن الانسان يخطط اهداف، ممكن يدون عادات، ممكن يدون يوميات، كل هذا ممكن يعمله في يعني بالجورنالينج. طبعا انا يعني اخترت الجورنالينج خاصه انه تكلمت في الفيديو اللي فات اللي هو فيديو المشاريع، اخترت متجر حفصه حتى اخذ منهم الجورنالينج او البلانر او الجورنال. فاكيد واحده من الاشياء او العادات اللي انا حابه اني اطبقها السنه هذه اللي هو الجورنالينج او البلانر. طبعا تقدر تتواصل مع الاخت حفصه وتطلب منها الجورنال او البلانر في صندوق الوصف، حتقدروا تتواصلوا معاها. من الاشياء اللي انا حابه اركز عليها هذه السنه اللي هو السيلف لاف او الاهتمام بالنفس. طبعا سواء كان اهتمام بالبشره او الشعر او الجسم، هذه الاشياء من الاشياء اللي تخلي الانسان انه يعني يحب نفسه اكثر، وفي نفس الوقت يحس بالانجاز اكثر. طبعا انا حابه اشارك معاكم هذا البراند، براند صومالي اسمه ابوستو، احط لكم رابط السوشيال ميديا حقتهم. طبعا يعتبروا يعني هم الوكلاء الوحيدين لشركة كاسراكس الكورية لمنتجات البشرة. عندهم يعني أشياء كثيرة مناسبة للبشرة، سواء واقيات شمس أو سيرامات. طبعا أخذت منهم بعض الأشياء هشاركها معاكم في الفيديو. فطبعا السيلف لاف والاهتمام بالنفس من الأشياء المهمة اللي أنا حبيت أركز عليها هذه السنة، على أساس تدعم او تقوي او تعطيني دافع اكثر للتخطيط والانجاز في هذه السنه. من اهم الاشياء اللي انا حابه اركز عليها هذه السنه انه اتعلم حرفه جديده او اتعلم مهاره جديده او هوايه، بحيث انه تخلي الانسان يعني في مرحله تعلم دائم. الانسان لما يقعد بيت يعني فتره من غير تعلم او دراسه، هذا بيعمل نوع ما زي الكسل. فانا حابه انه اركز على تعلم مهاره جديده او حرفه جديده. طبعا هذا الشيء انا حابه اشاركه معاكم. ايضا اي شخص حاب انه يعني عنده فكره لمهاره او حرفه او يعني هوايه حاب يشاركها، يا ريت يكتب لنا في الكومنت. طبعا هذا الشيء من اهم الاشياء اللي تخلي الانسان يحس بالانتاجيه، وبتخلي الوقت انه يعدي بسرعه وما يعدي الوقت. طبعا هو الوقت بيعدي، لكن لما يكون في شيء انت بتعمله سواء هوايه او حرفه او تتعلم شيء جديد، هذا الشيء بيخلي الوقت فيه له بركه، وكمان الواحد يحس في نهايه اليوم انه انجز وما يكون ضاع عليه اليوم من غير يعني ما يعمل اي شيء. فهذا من الاشياء اللي انا حابه انه اركز عليها هذه السنه اللي هو تعلم حرفه او مهاره او هوايه. طبعا كانت هذه اهم الاشياء اللي انا حبيت اني اضيفها على السنه الجديده في يعني تخطيط للسنه، وحابه انه اركز عليها اكثر. شاركوني انتم في الكومنت ايش الاشياء اللي انتم حابين او انتم قررتوا انكم تضيفوها للسنه هذه في حياتكم، تخطيطكم لاهدافكم. ان شاء الله تكون هذه السنه سنه خير وبركه علينا باذن الله تعالى في كل مكان. لا تنسوا الاعجاب بالقناه واللايك والاشتراك لانه بيدعم القناه. شكرا لكم واتمنى لكم التوفيق، مع السلامه.